لكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اهلا بيك. اتعرف بيك. انا اسمي عمر. عمر، اهلا بيك يا عمر، ازيك؟ الحمد لله. عمر كم سنه؟ انا عندي 27. 27 سنه، اتفضل يا عمر تحت امرك. هو انا كنت وانا صغير كان عندي حاله من حالات التوحد. حضرتك سمعت عنها طبعا. عندك توحد ولا عندك سمات توحد؟ يعني تقريبا سمات توحد. سمات توحد، طيب. بس اهلي اهتموا بيا شويه يعني وانا صغير. فطلعت يعني عرفت ان انا اتعامل شويه يعني اكتر كويس مع المجتمع وكده. هو التوحد درجات كمان، يعني في منه مودريت متوسط، وفي منه هارد، وفي منه خفيف. بالظبط كده. انا الحمد لله يعني وصلت لمرحله كويسه جدا. والحمد لله. بس كان بيجيلي حاجه انا ما بعرفش اتكلم فيها مع حد، ان انا اي علاقه يعني ببقى عاوز ان انا اعمل علاقه عاطفيه مع اي حد، لان انا بحس بوحده جامده جدا. فكنت كل ما يعني ما فيش ولا علاقه اتعاملت فيها الا وفشل. ما اعرفش ليه، مش عارف ليه. وكمان نفسي اكمل في علاقه واحده يعني. طيب قول لي، انت ليك اصدقاء ولا مالكش اصدقاء؟ ليا يعني. عندك اصحابك شلتك بتخرج معاهم وبتروح وبتيجي وكده، ولا ليك صديق واحد بتخرج معاه بس وكده يعني؟ لا، انا عاوز اقول لك ان انا اجتماعي جدا. الحاله تقريبا قلبت للعكس. بس ساعات ببقى معاهم ومش معاهم. يعني ساعات ببقى موجود معاهم وبس بسمعهم وخلاص. بس لا يعني بحب يكون في حياتي ناس. طيب أسألك سؤال تاني، عندك مشكلة في التركيز؟ يعني بتحس ان ساعات بتتشتت، مش عارف تركز في حاجة معينة؟ شوية، بس انا اتدربت ان انا اخرج منها. شوية بس. ولو حد شافني ما بيقولش، يعني ما بيلاحظ ان انا انسان مش طبيعي. لا، ما هو بص، خلينا نقول حاجة ببساطة، ان مريض التوحد ولو التوحد في بدايته اتلحق واتعمل له بيهيفير موديفيكيشن واتعمل له تهذيب سلوك واعاده تهذيب سلوك وخلافه، الامور بتتعدل خالص بشكل بنسبه كبيره جدا، وبيكمل حياته وبيكمل تعليمه وبيكبر وبيعيش وبيتجوز وكل حاجه بتبقى طبيعيه جدا. بالظبط كده. ف انا في بدايه علاقه مع واحده كانت معايا في المدرسه من وانا صغير. شفتها ما كبرت يعني، وقلت لها ان انا اعرفك من زمان. فخايف، مش عارف اعمل ايه يعني، مش عاوز ابوظها. وانا علاقاتي بتبوظ على طول، ما اعرفش ليه مع البنات يعني. ما اعرفش اتعامل معاهم، ولا ما اعرفش اكلمهم. طيب ما تتعامل بطبيعتك، ما تحاولش تفكر اعمل لها ايه عشان تحبني. تعال نفكر بالعقل كده. كل انسان في الدنيا عنده مميزات وعنده عيوب، اوكي؟ خليني اقول لك ان مرضى التوحد بيبقى عندهم مميزات كتير جدا في مجالات كتير جدا. بيبقى عندهم مميزات في مجالات فنيه، عندهم مميزات في حس ادبي، عندهم فكر معين، بيقروا بشكل معين، بيستوعبوا بشكل معين، ليهم احساس في حته تانية خالص. فانت خلينا نقول ان حضرتك مش ما ينقصكش شيء عن المجتمع، ولكن انت بيزيد لك حتة. ما هو انا مش بشجعك على فكرة. بس انا عاوز اسأل سؤال. هو انا المفروض ان انا اقول لها ان في كان حالة زي دي ولا بس هي اهم حاجة تفهم يعني ايه مريض توحد. لان مش ما هي مشكلتنا احنا في البلد هنا، ان احنا ما عندناش الثقافة ان احنا نقدر نعرف يعني ايه مريض توحد، يعني ايه مريض ديسلكسيا، يعني ايه مريض ADHD، يعني ايه مريض ADD، يعني ايه المرضى الحالات اللي هي النهاردة بقت بنسبة
واحد من كل 5 أطفال في مصر، أنت عارف كده؟ طبعا طبعا. يعني أنا بقول لحضرتك إن هم بيخافوا منها، إن هم يقولوا إحنا مش عاوزين. لا يعني هقول لحضرتك حاجة، الحاجات دي بالوراثة. لا هقول لك حاجة كمان، في حاجات، في بعض الحاجات الأهالي بتربي الولاد ومش داريانة ان ابنها عنده توحد او عنده ديسلكسيا او عنده ADD او عنده ADHD ولا عنده اي حاجة، ولا بتفكر تعمل حاجة وسايباه مرمي في الشارع وهو بيتعامل مع البشر. هما بيتهمون ان هو غبي للأسف. لا مع الأسف المفهوم الخاطئ ان مريض التوحد مش غبي بكل المقاييس، لا انسان مميز، هو بس مشكلته ان هو مختلف عن الاخر. يعني انت مختلف عن الناس، قد تكون بتلعب ميوزك ببراعه، قد تكون بتحسب حساباتك بسرعه جدا، اكيد ربنا وهبك حاجه كده يعني غير الكل. والله هو 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 وهبني ان انا بعرف ان انا يعني اتكلم كويس. انا كنت اكتر واحد بعرف اتكلم في الجمعيه اللي انا كنت فيها. كنت اكتر واحد يعني كان نفسي ان انا اطلع مذيع كمان. وليه لا؟ طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مثلا على سبيل المثال اشك ان انا واحد من الناس كان عندي شويه توحد على شويه ADD على شويه، انت فاهم قصدي؟ لان لحد النهارده وانا في سني ده احب اختلي بنفسي واحب اقعد مع نفسي واحب اعيش في احلامي واحب اعيش في احلام يقظه بتاعتي، احب اقعد اكتب مع نفسي، ساعات ابقى عايز مش عايز حد يكلمني. واخبار. انا بقى بكلمك ان انا مش عاوز ان انا، لان انا بيقولوا عليا ظريف وبيقولوا عليا ان انا دمي خفيف، لكن ساعات لما ندخل في الجد بقى، لان انا يعني عاوز اتعامل، نفسي اتعامل مع بنات. يعني بص يا ريت، بص هقولها لك بصراحه مطلقه، انسى بقى خالص المرحله اللي انت عديت فيها دي خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمك وعدينا من مرحله. دلوقتي انت عندك عمرك كله جاي في السكة، اوكي؟ عمرك اللي جاي ده انت عايز تعيشه. انت النهاردة نفسك مقتنع وعارف انك انسان اجتماعي وعارف انك بتتكلم ومتحدث ولبق وخلافه، اوكي؟ اتعامل معاها طبيعي جدا، اتعامل معاها زي ما انت بتكلمني دلوقتي اهو. ايه المشكلة في كده؟ لا يا استاذ، انا عاوز اتعرف على بنات وكده. لا انت مش محتاج تقول لها عايز اتعرف على بنات، انت لو اتعرفت عليها وبقى في علاقه بينك وبينها هتبقى مش محتاج تتعرف على بنات، هتلاقي نفسك عرفت بنات كزمايل كاصدقاء كده يعني. انت بتشتغل عموما؟ بشتغل في مجال الاحذيه. وناجح في عملك؟ يعني بيقولوا عليا كده. طب فيري جود، جميل، انت انسان ناجح في عملك، انسان محبوب اجتماعي، حط كل المقاومات دي في دماغك وبص يا بنت الناس، انا كده ساعات بسرح مع نفسي، ساعات احب اقعد اكتب مع نفسي، ساعات احب اقعد افكر مع دماغي بس، انا واحب اخرج واحب اتفسح واحب اهزر، انا طبيعي كده، انا شكلي كده، ايه رايك فيا؟ هو ده النظام. ما هي برضو عاوزه فتى احلامها. والله لما لقيتش فيك فتى احلامها هارد لك. عايزه بقى فتى احلامها بقى واد فت بيعاكس البنات وعامل جن وبيتنطط على الجت وبيعمل حركات القرعه دي، هي حره، بس ما اعتقدش ان هو ده فتى احلام اي بنت النهارده. هي عايزه بني ادم مسؤول، بني ادم يقدر يحميها ويحتويها. تمام اوكي. والست بتحب الراجل كمان لما تكلمه يسمعها باهتمام، اوكي؟ ما هم بيقولوا ان ده مش اهتمام، ده ان هو مدلوق وكده. لا مدلوق ده انك تقعد تقول لها انت فين؟ جايه منين؟ رحتي فين؟ اتاخرتي ليه؟ انت ما بتحبينيش ليه؟ ما بتسأليش عليا ليه؟ انا مش عارف ايه كده، انما ده مش مدلوق، ده المدلوق، انما انك تسمعها لما تكلمك في موضوع وتديها اهتمام، تعيرها اهتمام، ده شيء مهم. انك تفتكر الحوارات اللي دارت ما بينك وبينها وتعقيبك عليها ايه وتعقيبها عليه، ده شيء مهم، اوكي؟ انك تهتم بيها في حدود المعقول، ده شيء مهم. بص هقولها لك بمنتهى الامانة، ياما ناس عندهم توحد في البلد ومحدش داريان بيهم، هم نفسهم ما يعرفوش انه عندهم توحد. من اعظم يعني الناس في العالم، حتى اينشتاين زي ما بيقولوا كان عنده حاجة، اوكي؟ اعظم الناس في العالم عندهم بعض الحالات دي. فعشان اقول لك حاجة، انت مش ناقصك حاجة، انت مع الاسف ان المجتمع مش فاهم انك زايد حتة.
والحتة اللي انت زايدها دي بعض الناس بتفهمها غلط، وبعتذر لكل أطباء النفسيين لو حد يعقب على اللي أنا بقوله يقول إن أسامة بيفهمش. بس أنا لي علاقة قوية جدا بمرضى التوحد، كنت عايز أفتح مركز داخل مستشفى العباسية لعلاج مرضى التوحد، وعملت حملة علشان نفتح مركز لعلاج مرضى التوحد، لأن أنا مؤمن جدا إن هؤلاء الأطفال ممكن يكونوا في يوم من الأيام عظماء في مراكز كبيرة جدا المصحين ما يحلموش بيها.